معناها فما صعوبات على مستوى تجميع الملفات والقوائم المالية، يظل يصعب شوية من مهمة الهيئة التسييرية في الوقت الحاضر. بالطبع، خاطر هي مهمة من أول المهمات نتاع الهيئة التسييرية هذه، أن توضح السيتواسيون، معناتها الوضع المالي نتاع الجمعية في الأعوام الفارطة اللي باش تسلمها لهيئة الانتخابات باش يسلموها للقائمات المترشحة إن شاء الله في رئاسة النادي الإفريقي في المستقبل. بالنسبه لوضعيه تروزيكي شنو صار فيها؟ والله انا بيدي بيرسونيلمون جو سيوني، معناتها انا في باتصال به باش نحاول نلقى حل. مانيش باش نقول لك توا شنو اللي صار قبل، خاطر صاروا برشا اغلاط، فهمت، ترجيعه بعد مشى اكسترا، دونك ثم مشاكل نتاع خلاص، ثم مشاكل نتاع انه ما تاقلمش برشا، يعني معناتها من هذا من كلام الملاعبي، معناها فهمت، موثق، معناها نحاولوا نلقاو مع حل، كان نجم نرجعوه، ما كانش نشوفوا مع حل حتى في الخطا نتاعو، باش عامين اخرين ما يجيوش بعدنا يقولوا تشوف هذوما كيفاش تعاملوا مع الملف هذا، خاطر احنا توا اللي قاعدين عايشينه هو معناها جراء الملفات اللي باش يمشي وتو يشكي خلي يشكي وهاو شكا ومش مشكل هاو شكا، في الاخر نلقاو معناها قائمه كبيره من الخطا. والله مش مربوطه بي انا برك، معناتها بالنيغوسياسيون اللي انا عاملها معاه، وان شاء الله ننجح فيها، خاطر مادام كان باش يرجع معناها باش نلقاو حل كبير معاه. بالنسبه لي سمعنا اللي فما محب من روسيا يظهر لي حبي، وين وصلت الحكايه؟ بروباغندا صحيحه الحكايه؟ بلكش كيما نقولوا واحد تعبى كرشه بالفارغ. نعطيك من الاخر كيما نقولوا احنا بلغتنا، معناها اتصل بي انا اول واحد كلمني قال لي انا من روسيا واعطيني قداش يتكلف العقد نتاع فسخ العقد نتاع سيموني. قلت له والله يا مرحبا بك، لكن انا مانيش معناتها عندي شويه خبره كمان، دونك سورتو في السياحه، وانا هو سيد في السياحه، دونك استرشدت عليه قبل، لقيتها عمل بوز، معناها بصحته، معناها بصحته عمل بوز.